السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة نهاد الحارة، أهلا وسهلا بكم، معكم أخوكم سامح الخالق. بمشيئة الله يا جماعة النهاردة إن شاء الله أنا جاي لكم بفيديو مهم خالص. عدد نواة السنة، النواة اللي هي موجودة في كلها في السنة، كل حاجة تخص النواة. طبعا أنت عايز تسافر بكرة، عايز تسافر بعده، سواء عايز تصطاد زي حالتي أو بترتب لسفر كمان يومين ثلاثة، فكل الناس بتسأل هل في شتاء؟ هل في نوة؟ هل انا ان شاء الله يا جماعه جبت لكم جدول نواة من السواحل المصريه. ده يا جماعه جدول النواة على سواحل جمهوريه مصر العربيه. بص يا جماعه الورقه ديت انا كنت حرس حدود ساحلي في سنه 2001، تمام؟ كان معايا كتاب اسمه دليل الجندي، اخدت منه الورقه دي واحتفظت بيها من 2001 لحد 2023، يعني الورقه دي بقالها 22 سنه معايا. طبعا كنت مشتغل في البحر بحار، كانت دايما ديت في جيبي ما بتفارقنيش. وفعلا يا جماعه التواريخ اللي موجوده في النوه ديت من النادر ان هي تكذب. طبعا كذب المنجمون ولا صدقوا، ولكن ديت تواريخ متطرخه، ناس قاعده على السواحل عارفه ان في كل يوم في شهر مثلا كذا، يوم كذا في شهر كذا، البحر بيهيج بيحصل فيه ريح. عندنا كام نوه يا جماعه في السنه؟ عندنا في السنه 19 نوة، بتبدأ معايا من 2/4 وبتنتهي معايا ب 2/11. أول نوة عندي في السنة بتبقى 2/11 اللي هي نوة الإيه؟ الكانسر. النوة ديت هنا الجدول ده بيقول لي إيه؟ تاريخ النوة، اسم النوة، الميعاد باليوم أو مدة النوة كام يوم، واتجاه وقوتها ونوعيتها. عندي هنا يا جماعه نوه الكنسه ديت اللي هي 2/11 بيقول لي ان هي ايه؟ شماليه غربيه الى شماليه. انا بالنسبه لي عشان في وجه بحري يبقى كده النوه دي جايه لي من غروب الشمس من ناحيه البحر، تمام يا جماعه؟ هنا عندي حاجه في الجدول ده بيقول لي ايه؟ ملحوظه، قد يختلف التاريخ من يوم الى من واحد او اتنين يوم بالتقديم او التاخير، يعني ممكن هي تجيلي قبل ميعادها بيومين او بعد ميعادها بايه؟ بيومين، ولكن هي لازم تيجي. تيجي بقى مثلا لو هو قال لك ممطره ممكن يبقى المطر خفيف، ممكن الريح خفيف، ولكن هي ايه؟ لازم تيجي ان شاء الله. إيه على سبيل المثال مثلا يا جماعه احنا النهارده احنا في 2 فبراير. 2 فبراير يا جماعه هنشوف 2 فبراير عامل ايه؟ هنا عندنا اهوت 27/1 كان في نوة اللي هي اسمها الايه؟ الكرم، بيقول لي شمالية غربية إلى شمالية ممطرة، يعني جاية لي من البحر أو من البحر اتجاه غروب الشمس وبترجع تاني تجيلي من ايه؟ من البحر وممطرة، يعني فيها شتاء. طب أنا النهاردة مثلا في نوة؟ أيوه في نوة. إحنا بقى لنا أربع خمس أيام عندنا نوة، اللي هي نوة الايه؟ أهو التاريخ بتاعها أهو 3/2 باقي الكرم. طب ايه النوة دي ممطرة؟ هنا بيقول لي شمالية غربية إلى شمالية ممطرة، يبقى النوة دي فعلا ايه؟ كانت ممطرة. طبعا أنا عايزكم تصوروا دوت عشان تنقلوه. أهوت. وبقوا خدوا بقى أنتوا النواة ديت كده يا جماعة، خدوها كوبي إن شاء الله، وابقوا ارجعوا ايه؟ اكتبوها أنتوا عندكم. هنجيب لكم برضو الناحية التانية عشان تسجلوها. طب يا عم سامح احنا لسه في نوات؟ ايوه يا جماعه ان شاء الله احنا اهو 3/2 عندنا ان شاء الله، بعد 3/2 البحر هيهدى خالص والدنيا هتهدى، هنيجي في 14/3 نستقبل الشمس الصغيره، 4/3 هنستقبل السلوق، 8/3 الحسوق، 12/3 باقي الحسوق، 22/3 الشمس الكبيره، وبعد كده ان شاء الله نكمل هنا الجنب الثاني 29/3 العوه، 2/4 باقي العوه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. كده النوة 19 خلصت، دي جدول نواة السنة. والله 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 أقسم بالله الورقة دي من النادر إن هي تكذب معايا من 22 سنة. تحياتي ليكم، متنساش لو الفيديو عجبكم ادعمونا بلايك عشان الفيديو ينتشر، ولو أول مرة تشوفونا اشتركوا عندنا في القناة. كان معاكم أخوكم سامح الخالقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.